قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. حيث أو التزود بالكهرباء هو ما يطالب به سكان التخصيص السكني لكح العياط بمدينة واد زناتي من السلطات المحلية، فلمدة طويلة يتزود هؤلاء بالكهرباء من خلال الربط العشوائي الذي بات يشكل خطرا على حياتهم وحياة أبنائهم. فاطمة زهراء شماخ رصدت التالي. عندنا مشكلة التريسيتي، راه جايبين الخيوط من كل واحد هاز من دار، ثم القادر يصرى مشكل ومشكل كبير باسكو الخيوط عشوائية. اتصلنا بالسلطات وكل السلطات على مستوى دايرة واد زناتي اتصلنا بها كاملة. اللي تروح ليه يقول لك المشكل مش تاعي، لوتيسمون بريفي وما على باليش وكذا. وحنا المشروع تاعنا نحكيو عليه على الكهرباء، تسمى السخانة والخيوط تاع التريسيتي، دوكا توقع السخانة اللي شوف في الكوبير قادر كش ما تشما نعرف حتى نروح روح ولا زوز باش كش ما ترد تشوف لينا السلطات المحلية. وخص في الواقع هو تحسيس خاص، المواطنين راهم يطالبوا بالكهرباء، الكهرباء للبيوت، ففي الجانب هذا الكهرباء راهي تكون على عاتق صاحب التحسيس، هي في دفتر الشروط، لكن هذا ما ينفيش انه البلديه تحاول تتعاون مع المواطنين هذم ويلقاو حلول باه المواطنين هذم على الاقل يستفادوا من النعمه تاع الكهرباء هذا، ما يبقاوش في الظروف اللي راهم فيها هذه في الحاليه اللي راهم فيها بدون كهرباء، والله راهم جايبين من اماكن بعيده. لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.